بس انا ما اعرفش عنه كتير يعني. لا لا قول بقى اسمه ايه. ايوه اسمه ماسيمو. بيعمل ايه ده؟ ده بيقيس مفروض الهارت ريت. ايوه الاكسجين ساتوريشن ادي الهارت ريت. اها وده الاكسجين ساتوريشن. اها ده مفروض الهيموجلوبين. تمام ماشي. طب مش اي ده حاجه اسمها بيرفيوجن فاريبل اندكس وده حاجه اسمها بيرفيوجن اندكس. تمام ماشي. ده بصراحه مش عارف ده ايه. البيرفيوجن اندكس ده بعيد بيبقى امبورتنت في ده الفرماتيكارنيا والحاجات. الاثنين بيرفيوجن فاريبل اندكس والبيرفيوجن اندكس يعني هما دلوقتي متقاسين. دول المفروض متقاسين ودول بيفرقوا في ايه يعني. بعرف مفروض هاو ماتش العيان بيستفيد من الاكسجين ثيرابي وهاو ماتش هو ستريسد. بس المفروض البرفيوجن اندكس ده مثلا يبقى كام؟ يبقى واحد. واحد اوكي. ولما ينقل على واحد ولما بيقل على واحد ده معناه ان العيان في ستريس. تمام. ستريس بسبب مش شرط هايبوكسيا بس ممكن ستريس سيرجيكال بين ده البرفيوجن فاريبل اندكس. ده برضو حاجه لسه طالعه جديد المفروض ان هو بيتقاس بس انا الارقام بتاعته الاكيوريت مش قاريها لسه. اوكي حسب ده الهيموجلوبين بس لسه ما بياخد وقت على ما بيجي. لا بس عشان بس الموضوع اه محطوط الحب ده. لا دي لسه مش عارف بتاعت طلع الكتالوج عشان بس واضح ان هو واصل بحاجه يعني. ايوه هو بيقيس حاجه ليها علاقه بالقرايات دي. يعني مثلا هنا ندي اللنج حمراء معناها غالبا ان عشان الترفيوجن اندكس واطي. الهارت مدي اخضر على اساس ان ده مظبطه على ان هو نيونيت فالهارت ريت معقول بالنسبه له. لما بيحمر معنى ان كده معنى فيه الارم. طب هو البروكسي بتبقى واصل لغايه فين عادي يعني؟ لا ده زي الفالس اوكسجين زي كده. فالس اوكسجين زي الفالس اوكسجين. هو فين الفالس اوكسجين واصل لغايه فين؟ على صبعه؟ لا ده على رجله. شكرا يا دكتور. ميرسي يا دكتور.